عودي معكم لمتابعة عالم الصباح. طبعا ما نحكي عن مهرجان منطقة راس نحاش بالبترون، هالمهرجان اللي صار يوم عيد الأضحى. وضيوفي باستوديو السيد رائد الخطيب، صحفي ومحلل اقتصادي ومستشار لجنة وأحد منظمين المهرجان. أهلا وسهلا فيك، وسبق وحكينا سوا كمان بعالم الصباح. سيدي هنادي سحمراني قلوون، محامية ورئيسة لجنة مهرجانات راس نحاش البترون، أهلا وسهلا فيك. رح نحكي اكثر نعرف على المهرجان معك، بس قبل ما نعرف، هو لازم ليدز فيرست رائد، بس بدنا نعرف عن منطقه راس نحاش، يعني هيك نشوف شو موقعها سياحيا، وين بتوقع بالضبط، قد ايه بعيده عن بيروت. راس نحاش تقريبا بتبعد شيء 60 كيلومتر عن بيروت، شيء 20 كيلومتر او 22 كيلومتر عن طرابلس. نعم. بتعلن عن البحر شيء تقريبا شيء 450 متر. هي ملاصقه للدير النوريه ولضيعه حماد، موقع جيو استراتيجي كتير مهم، يعني قريب إذا ملاصقة دير النورية، يعني على التونيل فوق النفق. نحن فوق النفق تماما. نعم. موقع كتير جميل جدا، لأنه هي عبارة عن هضبة. نعم. بتمتد ملايين الأمتار، بيحد نهر الجوز باتجاه الغرب، وفي كفرحاتة وكلبيتة باتجاه الشرق، وفي الأوتوستراد الدولي. نعم. اللي هو بيطل على الغرب، وفي البحر راس الشقة إذا. نعم. بتعرفوا هلا هيدي القرية فيها مناظر جميلة وفيها آثار. الآثار هيدي جاي من العهود السريانية والآرامية والفينيقية وفيما بعد العثمانية والمماليك. تركوا فيها بعض الآثار، وبالإضافة للوحات الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزها لهيدي الضيعة عن سائر القرى. وطبعا هيدي الضيعة من اسمها أنت بتعرفي الاسم سرياني راس نحاش، يعني هي بتعني رأس الريشة أو القلم، يعني كانت دليل أنه كانت غنية بالكتابة وغنية بالفنون وغنية بالشعر، ودليل نحن عنا دوحة كبيرة من الشعراء براس نحاش. وكمان بتعني رأس الأسد المطل على البحر إذا بدك، لأنه اللي جاي من صوب الغرب إذا كان جاي بالباخرة أو شيء رح يشوف مثل شكل أسد واقع فوق رأس الشقة. وكمان تسمى إذا بدك في تسمية تلتي رأس الرؤوس، يعني هي أهم شيء بهيدا القرى. شو غنية بتسميتها وبمعاني اسمها. وبدي أقول لك شغري أنه. نعم. هيدي الضيعة نعرفت بين كل قرى الريف وبالشمال تحديدا بأن مركز إمارة ابتداء من سنة 1669 على ما أعتقد، يعني بلش شيء اسمه الأمراء الرأس نحاشيون، عملوها حامية عسكرية العثمانيين والأتراك والكل، فيها شيء كان اسمه الكراكون تطل على منطقة الساحل. فكمان فيها برج أثري كتير مهم بيملكه الشيخ زياد الخطيب، هيدا موروث عن الأيوبيين وموروث ما قبل عن العثمانيين. كتير هذا البرج بيطل على 5-6 أبراج بالمنطقة، كانت حامية عسكرية. وفي عندك أقبي وفي عندك بعض الأشياء الصليبية وبعض الأشياء البسيطة اللي اندثرت مع الوقت. كان عندنا مثلا مثل كنيس إذا بدك بقلب هيدي الضيعة. نعم. إذا يعني هل هي فيها كنائس وفيها جوامع؟ لا فيها؟ ما فيها. هي اليوم هي قرية فيها جامع عربي قديم. نعم. واليوم أنشئ جامع جديد كتير كبير اسمه جامع القبيسي. بس تحكي عن اثار، بتحكي عن اثار قلاع وقلاع موجوده طبعا بالقلبة. هيدي البرج هو عباره عن 3 طبقات. نعم. معمول على الطراز العربي اذا بدك. نعم. القديم مربع مثل الجامع. وفي عندك شيء اسمه الضيعه. أوكي. او المنطقه الاثريه لها بوابه، بوابه الامراء اسمها. أوكي. لان كان يوجد بهذه الضيعه امراء. مساحتها قد ايه تقريبا عدد سكانها؟ عدد سكانها بحدود 3000 نسمه. أو بنسبة عالية 99% من أهل الضيعة هن من خريجي الجامعات. العالم يعني العالم عايشين بقلبها شتاء صيف شتاء؟ العالم بنسبة 70% بيعيشوا فيها صيفا شتاء، و 30% هودي حسب أشغالهم يعني بالمدن. نعم. يا أما بالعاصمة الأولى يا أما بالعاصمة الثانية طرابلس أو بيروت. نعم. ولكن كمان فيها كتير ضباط، فيها كتير دكاترة الجامعات، فيها مهندسين، فيها أطباء، فيها عمال، وفيها فلاحين، وفيها. نعم. من كل الأشكال، وفيها فنانين يعني قريبنا عمار شلق بدي وجه له تحية كمان. أه. هو من هيدي الضيعة. نعم. يعني اسم الله ضيعة غنية بكل شيء، غنية. صحيح. بالمثقفين. صحيح. بالمتعلمين. صحيح. غنية بآثارها، غنية. نعم. بي
شعبه يعني احنا بنحييكم وبنحيي جهود المهرجان يلي قمتوا فيه. حضرتك رئيسة المهرجان وصار باول ايام الاضحى، بقى خبرينا شوي كيف طلعت الفكره وليش انعمل مهرجان بعيد الاضحى بهالمنطقه هيدي. هلا اول شيء كتسميه رئيسي، نحن مجموعه صبايا وشباب عم نشتغل على هذا الموضوع. نعم بقى ما بفضلها كثير على انا هيك من اللي قدامي حضرتك رئيسه اللجنه. لا ما يعترضوا كثير صح. بس انت رئيسه اللجنه صح؟ صح يعني التحضيرات بالمبادره والفكره وهيك. نعم. هي اول نقطه. النقطه الثانيه اللي اخترنا عيد الاضحى كان على ضوء عيد الفطر السابق، لاحظنا انه اي معايده بتتم عبر الواتساب مش حتى برساله بيصير بصوره، فقد معنى العيد كعيد بالنسبه للاجتماع وتلاقي الاحباء والتوافق والمعايدات والضيافه اللي معودين عليها. قلنا ليش ما بنعمل شيء ليله العيد نستقبل العيد سوا ومنعيد معنى عيد الاضحى بالنسبه للاجيال الجديده. نحن الاجيال القديمه ربينا هيك في الصبح نروح نعيد ناخذ عيدتنا وهيك، وبالفعل حققنا بهيدا مش كتير قديم يعني. بس بالفعل نحن حققنا هيدي الغاية اللي كان عم بينحكى بالليلة السهرة، انه قديش قلنا ما سهرنا بالضيعة بالليل. نعم. قديش قلنا ما عيدنا بعدنا. هي من جهة. من جهة تانية كان الانعاج للسياحة الريفية خاصة بعيد الاضحى اللي هو اشتمل على ليلة العيد. نعم. وتاني يوم كمل مع الاطفال بألعاب مائية وانترتينمنت كانت بمجهود الشباب الخاص. نعم. طيب كيف طلعت الفكرة وليش اخترتوا هالنوع من المهرجانات لتعملوها بيوم العيد؟ هلا رح ارجع لك، هو كان الهدف التلاقي. نعم. بعيد الاضحى. نعم. ويكون عم نعيد مع بعض، مش كل واحد قاعد ببيته يعني ورا اللابتوب والايباد. العاب مائيه لا كنت عم تذكري. ايه العاب مائيه، نشاطات. نعم. للاطفال. نعم. كان في مسابقات، كان في القصص مع الموسيقى، الرقص، كانت اشتملت على عده نقاط. على ليله وحده؟ ثاني يوم. نعم. ليلة العيد كانت المهرجان بلش أول شيء أكيد بآيات من القرآن الحكيم، رجع الافتتاحية للأستاذ رائد بكلمة، رجع فضيلة الشيخ غسان كنعان. نعم. كانت كلمة لألو أشد بالعيد ومعنى عيد الأضحى، وتميزت بعدة فقرات متنوعة منها إضاءة البرج الأثري اللي حكي عنه الأستاذ رائد اللي هو أحد أثار رأس النحاش، ورجعت لي هيدا الاحتفال كان مع فتلة مولوية ورفقه عرض من الخيول اللي بيمتلكها أحد أصحاب من القرية يعني، وتميز بعدة أناشيد للفنان المنشد محمد الشعار مع فرقته. وكان الميزة الأهم بهيدا المهرجان هو تكريم لبعض الشعراء أو معظمهم والأدباء وبعض وجهاء من قرية راس النحاش. نعم. وكانت هيدي خطوة أولية بالنسبة. نعم. لبلدية راس النحاش تقوم بهيدا الموضوع على صعيد مدى سنين، وبنعتبرها نحن هي خطوة بداية للانطلاق لتكريم العديد من الأشخاص اللي بيستحقوا، لا سيما أنه عددهم كبير على مختلف الأصعدة. نعم. طبعا يعني بهمنا نحن نعرف كيف كان التلاقي وكيف كان العدد ومين اللي زار هالمنطقة بيوم العيد، يعني قديش كان في عالم حبت الفكرة وزارت منطقة راس النحاش. بهيدا المهرجان كان مخصص لمنطقة اسمها منطقة القويتع. نعم. يعني في قرى تحيط بها الضيعة بسموها هيك الشقفة الجغرافية كلياتها بسموها منطقة القويتع، يعني عنا بنحكي كفرية، بدنيل، كلبيتا، كفرحاتا، الهري، حميد، كل هي المنطقة شاركت. نعم. رغم انه نحن يعني بتعرف بالعكس يعني اجوا ناس مسيحيين انبسطوا بالفتلة المولوية هيدي ما بيعرفوها. نعم. يعني هيدي كانت تؤكد انه راس النحاش هي رسالة اسلامية بهي المنطقة المسيحية، رسالة تعايش ورسالة سلام. نعم. نحن ايدنا ممدودة للجميع. اللي بدي اكد لك اياه انه كمان انه شاركت ست ديما جمالي، نائب ديما جمالي كانت كمان موجودة، كان في كبار الضباط من منطقة الشمال كمان شاركوا، وطبعا بفعاليات رؤساء البلديات والمخاتير هالقصص هيدي كلياتهم شاركوا. نحن بنقول شغله انه هيدا المهرجان تحديدا هو جزء من السياحه الريفيه. نعم. اذا بدك اللي عم تطلع اليوم ضمن الخطط والاستراتيجيات لوزاره السياحه، نحن بنتمنى انه تتعمم اكثر. نحن بنعرف انه نحن من 2011 تقريبا
نقص عدد السياح في لبنان بحدود 500,000 زائر سنويا بسبب الأزمة السورية. طيب نحن بهي السنة تحديدا المهرجانات في كل لبنان اللي هي زينت الوضع السياحي زادت تقريبا 20%. اثنين عندك أهمية أنه هذه السياحة الريفية هي تمكين المرأة، هي تمسك أهل الريف بمناطقهم لاستفادة من مناطق القوة. نحن بنعرف قديش الأوضاع ضاغطة، ممكن تدخل أموال. نحن بنعرف أنه مثلا الأنفاق السياحي في لبنان 81% منه بيكون بجبل لبنان وببيروت. نحن ما عم نقول بدنا نقاسم، لا، نحن المفترض يكون في شيء من الماء السياحي المتوازن، وهذا اللي يعني حاطته الحكومة براسها. واليوم وقت بيكون في تلاقي من أهل الريف وقت بيعرفوا إمكانيات هاي القوة، طبعا هني رح يكونوا رافد للخزينة، رح يخفف من البطالة، رح المرأة تشارك طبعا، رح يتعرف يعني في فيها مناطق جذب جديدة. كل لبنان حلو على فكرة، مش بس ضيعت أكيد كل أكيد. لبنان هو السنة يعني قلنا الحمد لله وديما منقول بلا حسيني يا ريت على مدار السنة أكلنا شي ضربة بالنسبة لهالموضوع. مثل ما توقعتي صار بالمهرجان، يعني هل كنت توقعي أفضل؟ اللي صار منيح؟ تحمستي لسنة تاني؟ هو أول مرة بصير أكيد لأول مرة يعتبر ممتاز. نعم أكيد نحن منحضر لأشياء تانية بعد، ولكل مناسبة حنكون حاضرين بالنسبة لرأس النحاس نكون موجودين. أول نقطة تانية الأهم اللي بدي كمان نزيده على قاله أستاذ رائد، كمان كان للمرأة دور كتير مهم بهذا المهرجان. يعني كان السيدات هني اللي تولوا تقديم الدروع لرجال الأدباء والشعراء وبعض الوجهاء، السيدات فقط. يكون في دور للشباب وللمرأة بهيدا الموضوع، وتحضيرات جارية للمناسبات اللي بدنا نعرض عليها لاحقا تدريجيا بكل مناسبة بمناسبتها. أدباء وشعراء ما في نساء من رأس النحاس؟ بلا، في حنان شبيب، الدكتورة أمال شلح في شاعرة وأديبة، ولكن متزوجة بكفرية. أوكي. يعني راحت على الشلقية بكفرية، واشتهرت على فكرة رأس النحاس بالشعر وبالأدب. نعم، يعني هاليومين كانوا على ذوقكم، وهلا بلشتوا عم تحضروا لمناسبة تانية أو أكيد. في عنا مناسبات عدة، عنا العيد المولد النبوي، في عنا رأس السنة الهجرية، في عنا عم نحضر نحاول نعمل عشاء قروي مع نهاية قبل رأس السنة. نعم. في تحضيرات عدة على عدة وجوه. وين عم بيصير المهرجان بالمنطقة بساحة الضيعة؟ هلا نحن بالنسبة لرأس النحاس عنا المنطقة بسبب التوسع السكاني والعدد صار أكثر، ما في عنا لوكال كتير واسع. نعم. عم نحاول نكون بين المدرسة وبساحة حد جبانة الضيعة، وعم ينشغل من ضمن البلدية تا يتأسس لملاعب وأندية. كنا موعودين بهبة إماراتية لإنشاء ملعب ونادي، وبعدنا ناطرين. يلا إن شاء الله بتتحقق. هلا إن شاء الله إيه من هون من عبر شاشتكم بيكون هيدا نداء. نداء. نعم. طبعا تشكركم لحضوركم. بدك تقول شيء بعد؟ أنا بدي وجه تحية لرئيس البلدية. نعم. بدي وجه تحية كمان لسيادة العميد كرم مراد رئيس منطقة الشمال، هو كمان كان دعمنا وكان حامي الأمن. بدي اتوجه بالشكر لرؤساء البلديات اللي شاركوا ولأهالي ذاتي. بدي اتشكر اللجنة هنادي على راسا، وبدي اتشكر جمانة، وبدي اتشكر ندى، وبدي اتشكر ولارا. يعني نحن لازم نبعث لهم. وعندك جمانة اثنين، جمانة كنعان وجمانة الحاج وعماد وسهيل وكل هالشباب اللي اشتغلوا اللي بلشوا يكتشفوا انه ايه فعلا نحن بنقدر نخلق تغيير جديد. صحيح. تغيير نحو الافضل. ما في اهم من الاستثمار السياحي بالارياف، لانه نحن اريافنا هي وجهتنا كمان وبنعتز فيها وبنفتخر فيها. برافو على هالمبادرة، إن شاء الله كل شيء جديد بتخبرونا إياه لقدام. هنادي تانكيو، رائد تانكيو، بالتوفيق وتحية لكل أهالي منطقة راس النحاس، منطقة البترون. دايما نضلكم مجموعين بالفرحة وبالعياد يا رب. ما بشي تاني. نحن وياكم رح ناخد بريك وبعدها نعود للمتابعة.